يوم فرح في ثانوية المأمون بحلب أقامته وزارة التربية بالتشارك مع منظمة اليونسيف وتحت شعار قوتي بتعليمي، أعلنت من خلاله افتتاح العام الدراسي الجديد. سعادة كبرى أن نفتتح العام الدراسي من حلب مدينة التعليم. أنا كنت في رسالتي التي وجهتها عبر التلفزيون قلت المدارس بدأت في حلب، والحياة بدأت في حلب، والحضارة بدأت في حلب، وسوريا تحتفل اليوم من حلب. طبعا تحية لكل أبنائنا في حلب وفي كل أرجاء سوريا. هناك رسالة أحببت أن أوجهها، اليوم لم يعد من المقبول أن نرسل إطلاقا أو أن نسمح إطلاقا لأي أحد أن يحتكر التعليم. نحن وجهنا نداء إلى كل المعلمين والطلاب التوجه إلى المدارس أينما كانت، سواء في شمال شرق سوريا، في إدلب، في كل المناطق. مدارسنا لأبنائنا، ولا يجوز أن يحتلها أحد، ولا يجوز لأحد أن يدرس غير المنهاج الوطني، لأننا نبني إنسان، والإنسان الوطني السوري يجب أن يحمل منهاج وطني سوري. لا يجوز أن نحمل هويات غير هوياتنا، هذا أصبح من المستحيل. اليوم أنا أناشد كل المنظمات الدولية أن تحترم الطفل وتحترم الطفولة. لم يعد من المقبول أن يدرس طفل سوري منهاج غير وطني. كفانا تطرف وكفانا إرهاب وكفانا تعصب، يجب أن ننظر إلى المستقبل. لاحظتم أبنائنا الطلاب كم كانوا فرحين اليوم، وهم من جميع مثلوا جميع أرجاء سوريا، وهي الرسالة التي أحببت في هذا اليوم أن أطلقها. فقرات غنائية وتمثيلية منوعة قدمها الرفاق الطليعيون والشبيبيون، عبروا من خلالها عن فرحهم ببدء العام الدراسي الجديد وتمسكهم بالقيم الوطنية والأخلاقية. هو كما يعني اتفقنا على أن نسميه يوم الفرح بداية إقلاع العام الدراسي. طبعا مشاركتنا الآن هي تأكيد على تكامل الأدوار ما بين وزارة التربية ومنظمة طلائع البعث ونقابة معلمين فريق العمل التربوي على مستوى الجمهورية العربية السورية. بالتأكيد نحن شركاء في موضوع إعادة إعمار ما تهدم في عقول ونفوس أبنائنا، وبالتأكيد الأنشطة اللاصفية التي معنا بها منظمة طلائع البعث والتي شاهدتم بعضا من أنشطتها الآن تؤكد أن الحياة عادت إلى طبيعتها، وأن دماء الشهداء الأبرار الذين ضحوا وقدموا الغالي والنفيس أثمرت وأينعت زهورا وأينعت أملا، وبالتالي ننطلق الآن كشركاء بالتكافل والتضامن نحن وزارة التربية من أجل بداية جديدة وإعادة بناء وترميم ليس فقط للمدارس وإنما للأبناء جميعا. اليوم يوم الفرح في الجمهورية العربية السورية، انطلاق العام الدراسي. نقول لأبنائنا الطلبة كل عام وأنتم بألف خير، كما نقول لزملائنا المعلمين كل عام وأنتم بألف خير. نتمنى لكم عاما سعيدا يتميز بالمحبة والتسامح، يتميز بالتفوق لأهلنا وأحبتنا في سوريا الحبيبة، الاهتمام بالتعليم إلى أبعد درجاته وأقصى الدرجات، التعاون مع الفريق التربوي في سوريا من أجل تأمين كل الاحتياجات لأهلنا في المدارس من خلال المجتمع المحلي ومن خلال منظماتنا، لأن تكون عام دراسي متميز لهذا العام. نسعى جاهدين مع رفاقنا في وزارة التربية ومنظمة طلائع البعث من خلال هذا الفريق التربوي، لأن نسعى جاهدين بأن يتحقق عام دراسي متميز. وفي نهاية الاحتفال تم توزيع الحقائب على التلاميذ، إضافة لافتتاح العيادة السنية التي خصصتها وزارة التربية لخدمة التلاميذ في مدينة حلب. ضياء قدور، الفضائية التربوية السورية، حلب. بكل تفاؤل بغد مشرق، توجه أكثر من 3,600,000 طالب وتلميذ من مختلف المراحل التعليمية و300,000 مدرس ومعلم إلى 13,115 مدرسة في المحافظات السورية كافة. إن شاء الله الأمور كتير كويسة والحمد لله منظمة، وكان خلال الأسبوع الماضي اللي هو الأسبوع الإداري كان تنظيم الأمور الحمد لله على قدم وساق. يعني نحن من قبل بيومين أو من يوم الأربعاء وصلنا البرنامج، أمورنا بخير وإن شاء الله الإقلاع من أول يوم.
اكيد يعني نحن انتقلنا من مرحله من صف التاسع صرنا اكبر يعني، وان شاء الله فاتين بهمه عاليه مشان نكون بعد المراتب نرفع اسم بلدنا واسم ابائنا وامهاتنا باذن الله. شعور هيك الحماس ان شاء الله لرفع سويه البلد باذن الله. رجعنا للتفاؤل والامل بالدراسه. شو شعورك وانت باول يوم مدرسه؟ شعوري بالتفاؤل والحماس المدرسه ان شاء الله، وحنكون رفقه ومحبه ان شاء الله وتعاون. اكيد يعني شعور تفاؤل مرحله دراسيه جديده الثانوي، يعني متحمسين انه الحمد لله تمام. هذا وكانت مديريات التربيه اكدت في وقت سابق في المحافظات أنها اتخذت الاستعدادات اللازمة لبدء العام الدراسي الجديد 2021-2022 وتأمين عودة آمنة وصحية للطلاب والأطر التعليمية. وسط أجواء من الفرحة والسعادة بالعودة إلى مقاعد الدراسة، انطلاق العام الدراسي الجديد للعام 2021-2022 في مدارس محافظة طرطوس بعد تأمين كافة الاستعدادات والإجراءات الاحترازية ومستلزمات بدء العملية التربوية. اليوم في استنفار كامل في مديرية تربية طرطوس وفي القيادة السياسية على مستوى القرى والمناطق والنواحي والمحافظة وكل ضمن القرية أو الحي الموجود فيها. تم زيارة هذه المدارس وتم التأكد من جاهزية الكتب ومن النظافة ومن تطبيق برنامج الخاص بالوباء الكورونا وجميع الاحتياطات أخذت، ومعظم الجهاز التربوي موجود في المدارس. تعلمون اليوم الأول لبدء العام الدراسي حرصنا على التواجد بين كوادرنا التربوية وأيضا أبنائنا الطلبة لملاحظة ومعرفة واقعهم وواقع بداية عامهم الدراسي، استدراك كل الملاحظات إن وجدت، الكتب المدرسية، واقع الكادر التدريسي، كل ما يخص العملية التربوية إن شاء الله مؤمنة في مديرية تربية طرطوس بأفضل ما يمكن وفق الإمكانات المتاحة. نحن طموحون لأن يكون هذا العام منذ بدايته أفضل من العام الماضي على الرغم من جودته، لكن طموحون بتطوير الواقع التربوي بشكل عام. إن شاء الله كل عام وأنتم بألف خير وطلابنا الغوالي بألف خير. اليوم كان انطلاقة بداية العام الدراسي الجديد، إن شاء الله يكون عام دراسي مملوء بالهمة والتفوق والتميز. بعد ما صفينا الطلاب بالاجتماع الصباحي أعطيناهم بعد شوية تحفيز للعمل، بداية العمل بجد، أعطيناهم بعض الإرشادات الصحية هلأ بظروف الكورونا، بعض التعليمات حول النظام، الانضباط، اللباس المدرسي، كيف نحترم النظام والانضباط حتى يكون في عنا جو تربوي وتعليمي ناجح إن شاء الله بإذن الله. بالبداية قمنا بتعقيم المدرسة مرتين، مرة بالأسبوع الإداري وهلأ مع قبل المدرسة بيوم، مع دهان المقاعد. دهنا المقاعد بمبادرة جماعية من المعلمات تعطي روح التفاؤل، روح الفرح للأطفال بهذا اللون الحلو. بعدين بالنسبة للتعقيم المدرسة بالحمامات مع وجود الصابون على كل مغسلة، وقمنا بتنبيه الطلاب انه بالتعقيم ذاتي دائما بعد الفوت على بس اثناء الدخول من الحمام والطلعة من الحمام بالمعقم او بالصابون. نحو اكثر من 213 الف طالب وتلميذ من مختلف المراحل التعليمية توجهوا الى مدارسهم، حيث تم توزيع الكتب للتلاميذ والطلاب في المرحلة التعليم الاساسي وحقائب مدرسية لطلاب الصف الأول، وتم توزيعهم على صفوفهم. للفضائية التربوية السورية، ماهر مرشحة، طرطوس. الأمل والعمل. يبدأ طلاب وتلاميذ المدارس يومهم الأول في العام الدراسي الجديد، حيث توجه اليوم 400 ألف طالب وطالبة وتلميذ وتلميذة من كافة المراحل الدراسية إلى مدارسهم في محافظة حمص، عاقدين العزم على التفوق والنجاح في صفوفهم الدراسية. أنا مبسوط أنه رجعت على المدرسة، راح أتعلم وأكبر. مبسوط أنه رجعت على المدرسة وأتعلم وأعمل كل شيء وأكبر. بمناسبة قدوم العام الجديد الطلاب قادمين بروح فرحة، مبسوطين بقدوم العام الدراسي، مجدين، مهيئين لاستلام الكتب المدرسية لمتابعة دروسهم بجد ونشاط. اليوم أول يوم عام دراسي، نحن صلنا أسبوع مداومين بالأسبوع الإداري وحاولنا نضبط كل الأمور
قبل ما يجوا الطلاب على المدرسة، من توزيع طلاب على الصفوف، من توزيع الكتب بالشعب. بداية موفقة بإذن الله لهذا العام، انطلاقة عام 2021-2022، حيث تم أو توجه حوالي 390 ألف طالب وتلميذ إلى المدارس، التي بلغ عددها حوالي 1580 مدرسة موزعة على أرجاء أرض المحافظة كلها. طبعا تم التأكيد وتم إجراء الإجراءات الاحترازية، حيث تم تعقيم كافة المدارس كمبنى خارجي وداخلي، وتعقيم المقاعد من أجل استقبال الطلاب بشكل صحي وسليم. أيضا اتخذت مديرية التربية كافة الإجراءات من أجل الانطلاقة السريعة من يوم الأول للعام الدراسي، حيث تم تأمين الكتاب المدرسي وتم توزيع المدرسين والمعلمين على كافة الصفوف في أرجاء المحافظة كلها. تبذل وزارة التربية أقصى الجهود لتأمين كافة المستلزمات المدرسية، بالإضافة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا، عبر تثقيف الطلاب والتلاميذ صحيا للحفاظ على سلامتهم، لأنهم جيل المستقبل الواعد. لأخبار التربوية، علي عياش، حمص. يستقبلون عامهم الدراسي الجديد بحب وشغف. أكثر من 263 ألف طالب وطالبة يتوجهون إلى مدارس اللاذقية بمختلف المراحل التعليمية الموزعة على كامل أرجاء المحافظة ريفاً ومدينة. الجهات المعنية تستكمل الإجراءات والتجهيزات لاستقبال الطلاب ببيئة صحية آمنة وسليمة لمواجهة فيروس كورونا. اليوم الأول هو يوم الفرح على مستوى القطر في جميع مدارس سورية. نستقبل أطفالنا بنشاطات، كتب جاهزة مزينة مهيئة، النشاطات الألعاب للكل، هدايا للكل، تعليمات بدها تكون أول شيء برا بالباحة وقت ما صفهم، تعليمات عامة عن النظافة، عن السلوك، عن الدراسة. كادر جاهز من الأسبوع الإداري، المدرسة جاهزة، تعقيمها، نظافتها، حماماتها، صيانة كل الحاجات اللي بتلزم للطفل. اليوم كتير انبسطنا انه جينا اليوم على المدرسة، يعني نحن بنحب المدرسة وبنحب التعليم، يعني التعليم هو يعني بتخلي الانسان انه يصير مزبوط، والتعليم ان شاء الله يدوم. مبسوطة كتير لاني رجعت شفت رفقاتي ومعلماتي. كتير اشتقت للمدرسة، كتير بحبها لاني بنتعلم منها كل شيء، عربي ورياضيات واجتماعيات وانجليزي. فإذا نحن ضلينا عم ندرس بننجح، وإذا نجحنا يعني فينك تصيري دكتورة، فينك تصيري أنسة، فينك تصيري اللي بدك. ويلي ما بينجح ما بيقدر يشتغل شيء. عام دراسي جديد يبدأ، وجهود تبذل لنجاح سير العملية التربوية والتعليمية بمختلف مراحلها. لأخبار التربوية، لجين إبراهيم، اللاذقية. مع إشراقة شمس الأول من العام الدراسي 2021-2022، يتطلع طلابنا لمتابعة تحصيلهم الدراسي، وكلهم أمل في تحقيق التفوق والنجاح. كل عام وأنتم بخير. يتوجه اليوم أطفالنا وطلابنا إلى المدارس بيوم الفرح، يوم انطلاق العام الدراسي 2021-2022. طبعا تم الاستعداد بشكل جيد لانطلاق العام الدراسي، اتخاذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، توزيع الإشراف الصحي على المدارس، طبعا أيضا توزيع الكتب على الأطفال وخصوصا الصف الأول الابتدائي واستقبالهم بشكل جيد.
الاحتفال بيوم الفرح يوم الأول من العام الدراسي. هذا وسعت إدارات المدارس لتوفير بيئة صفية محببة للتلاميذ بعدما اشتاقت المدرسة لسماع أصواتهم وضحكاتهم الجميلة. بلشنا تحضير لاستقبال العام الدراسي مع طالباتنا من حيث تجهيز البيئة الصفية وتجهيز البيئة المدرسية من حيث النظافة والتعقيم لاستقبال طالباتنا، وكل الأمور جاهزة وكل الأمور تمام. الحمد لله يعني في حماس إن شاء الله، يعني الطموح عالي، وإن شاء الله يعني بنحاول مع المدرسة نتابع ومع الأساتذة هون والكادر إن شاء الله يعني نوصل لأعلى المراتب. إن شاء الله بدنا ندرس أكثر، متحمسين يعني إن شاء الله. نحن يا أكيد ونوصل لهدفنا اللي حاطينه براسنا أكيد، لأنه بالجد الواحد كل إنسان بيقدر يوصل لهدفه. يذكر أن وزارة التربية عملت من خلال مديرياتها في المحافظات على تنفيذ الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا وعودة آمنة وصحية للطلاب والأطر التعليمية. وليد سلطان، الفضائية التربوية السورية، حما. ملأت هذه الفقرات الفنية أجواء مدرسة الشهيد محمود حرب بالسويداء فرحا، احتفالا ببدء العام الدراسي الجديد 2021-2022 واستقبال التلاميذ بحضور القيادات السياسية والتربوية والنقابية. أتعلم شو صفاتي، جاي أتعرف على القاتل أكبر هيك. 105 آلاف تلميذ وطالب التحقوا في 477 مدرسة على امتداد محافظة السويداء. حقيقة نحن محافظة اتخذت كل الإجراءات لازم للإنجاح بداية العام الدراسي لتأهيل المدارس لتأمين الكادر التدريسي لتسهيل حصول الطلبة. هذا الموضوع حقيقة كان في لقاء سابقا مع القطاع التربوي كذلك مع الوزارات الإدارية. طبعا نحن متابعين من خلال موجهين اختصاصيين وتربويين ايضا كان لهم جولات على المدارس كافة لمتابعة الإجراءات الأولى في المدارس من تسليم كتب، من توزيع البرامج التعليمية، أيضا من متابعة الدروس المبدئية داخل كل مدرسة، وإن شاء الله هي انطلاقة جديدة. وهناك مجموعة من المدارس يتم ترميمها أيضا، سيكون هناك بدائل طبعا لهذه المدارس وهي عددها قليل خلال هذا الأسبوع. انطلاقا من علم النفس التربوي نحن نقيم احتفال لتسليم انتقال الطفل إلى المدرسة، ونبعث نرسل رسالة له بأن هذه المدرسة ستقدم نفس العطف ونفس الحنان ونفس الرعاية التي كانت في رياض الأطفال والتي كانت في منزل الأم. قال اللي مفاجئني اليوم الالتزام بالدوام من قبل التلاميذ المدرسي كاملين بأول يوم. الالتزام بالدوام رائع، والحقيقة الكادر الإداري والتدريسي كله متواجد. عندي بنتي صف أول وبنتي الثاني صف خامس. لا الاستقبال تمام، أمور إن شاء الله إنها بخير. هذا وقد حرصت مديرية التربية في السويداء على اتخاذ الإجراءات الصحية وتأمين المستلزمات كافة لانطلاقة أمثل للعام الدراسي الجديد للتربوية السورية. سماهر دانون، السويداء. بخطى واثقة يدخل التلاميذ والطلاب إلى مدارسهم التي تهيأت بمكوناتها وألقها لاستقبال فرحة الأطفال بنشاطهم المتجدد استعدادا للعام الدراسي الجديد. مديرية التربية أجرت كامل الاستعدادات قبل بدء العام الدراسي من تجهيز التشكيلات للمدرسين والمعلمين في كافة مدارس المحافظة وسد الشواغر على مستوى المحافظة أيضا. بسبب الوضع الراهن والظروف الخاصة للمحافظة، مديرية التربية قامت بتخصيص مدارس لأبنائنا في منطقة درع البلد ضمن مدارس درع المحطة للدوام المسائي لعدم حرمان هالطلاب من الحصول على التعليم. طبعا كانت انطلاقة جيدة اليوم رغم الوضع الأمني الراهن. تم تدخيل التلاميذ على الشعب الصفية، حيث بالأسبوع القادم الأسبوع الماضي أسبوع العمل الإداري قمنا بتجهيز مدرستنا بكافة الوسائل من وسائل تعليمية وكتب دراسية ونظافة وتعقيم المدرسة من الشعب الصفية كاملة والحمامات. تم توزيع كل الطلاب على صفوفهم حسب أعمارهم، ومن ثم توزيع الكتب حسب كل مرحلة صفية. إحنا جينا على المدرسة نتعلم ونحب المدرسة كتير. يشار أن مديرية التربية بدرعا
قد حرصت لتوفير المقومات الأساسية لمدارسها لرفع راية العلم والمعرفة وبناء أجيال المستقبل. من منا لا يذكر اللحظات الأولى لدخوله المدرسة التي تعود لفتح أبوابها مع بداية شهر أيلول وتستقبل طلبتها مع بداية عام دراسي جديد بعد انقطاع طويل. اليوم بلشنا بأول يوم بالمدرسة، التقينا مع رفقاتنا وكتير انبسطنا وبلشنا بأول درس، درس رياضيات. عملنا مراجعات وراجعنا مراجعات من السنة الماضية، كان كتير حلو اليوم. يوم بلشنا بدرس الرياضيات والتقينا مع زملائنا، كان يوم كتير حلو. أستاذ الرياضيات درسنا، تحضرت عملت كم دورة وإن شاء الله أطلع الأولى هاي السنة. حصلت على مجموع كثير كبير أهلني أني أفوت على ثانوية المتفوقين، جبت الثامنة على محافظة القنيطرة بصبر المتفوقين وأنا فخورة بحالي وإن شاء الله رح نحقق نجاحات كبيرة ونكون عند المسؤولية. تعج اليوم صفوف وباحة مدارس القنيطرة بالطلبة بإقبال جيد بعد غياب طويل، وقد هيأت الجهات المعنية كافة التدابير لضمان سير العملية التعليمية على أكمل وجه. تم طبعا بداية العام الدراسي افتتاح الثانوية في الأسبوع الإداري، تم اتخاذ جميع الاحتياطات الإجرائية في جائحة كورونا من تعقيم الثانوية وشطف وتجهيز الثانوية وسد النقص في المدرسين إن وجد، بالتواصل مع مديرية التربية مشكورة التي تتعامل معنا بشكل دائم، وتم في هذا اليوم استقبال طلاب في ثانويتنا والانطلاقة بالعام الدراسي الجديد إن شاء الله تكون طاقة مميزة. بدأنا اليوم العام الدراسي 5/9 بزيارة بعض المدارس بما يسمى يوم الفرح، نتأكد من موضوع الشواغر، المواد القرطاسية، اللوازم في كل مدرسة، تواجد المدرسين، تواجد الإداريين بشكل جيد. ناقشنا موضوع نقص المواد وخصوص المواد العلمية التي تعاني منها المحافظة بشكل كامل، والقطر بشكل كامل تعاني من مشكلة نقص مواد العلمية، الفيزياء والرياضيات والعلوم واللغة الفرنسية. نقول لطلابنا إن شاء الله يكون العام الدراسي عمل وجد واجتهاد، وقمنا بزيارة إلى بعض مدارس المحافظة على أرض محافظة القنيطرة للاطلاع على الواقع التعليمي والتربوي ومدى تواجد الكادر الإداري والكادر التدريسي والاطلاع على الشواغر الموجودة في هذه المدارس ومعالجة النقص مع من خلال مديرية تربية القنيطرة، بحيث أنه تكون جميع المدرسين وخصوصا المدرسين الاختصاص، لأن هناك نقص في مدرسين الاختصاص وخاصة في مادة الرياضيات والفيزياء، وعلى أساس إن شاء الله سيكون هناك عمل جاد لسد هذه النواقص حرصا على المصلحة التعليمية والتربوية لأبنائنا الطلبة. استقبال يليق بأجيال وطن ينتصر مع كل كلمة يقرأها أبناؤنا في كتبه المدرسية.